السفير شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار. سيادة السفير يعني ألف ألف مبروك. الله يبارك حضرتك كابتن اسلام، مبروك لمصر، مبروك لكل الجماهير المصريه اللي تابعت المباراه الصعبه دي. لا مباراه صعبه ومش المباراه بس اللي صعبه، احنا قعدنا انا ما اعرفش انا شخصيا قعدنا 3 دقايق هنا في الاستوديو مش عايز اقول لحضرتك الدنيا بالنسبه لك، مره نحط ايدينا على خدنا متخيل والله، ومره بنشد متخيل في شعرنا، ومره هنكسر البتاع، يعني في ثانيه كل حاجه متخيل بتتغير. متخيل لا يعني كانت مباراة عصيبة والمجموعة كلها كانت عصيبة من أول ما ابتدينا، يعني أتمنى إن اللي جاي يبقى أحسن إن شاء الله وما تبقاش في الصعوبة دي، لكن الحمد لله الحمد لله. سيادة السفير كان رد فعلك وكنت عامل إزاي في لما دخلنا الجون الثاني وبعدين اتعادلنا وبعدين عرفت إن إحنا صعدنا؟ بالظبط، يعني هو حضرتك طبعًا يعني إحنا بعد الجون الثاني يعني كلنا تخيلنا بقى إن خلاص يعني إن شاء الله هنقفل ورا وخلاص، لكن للأسف يعني دخل الجون ده، يعني طبعا بعدين بقى فوجئنا بان الناس بتقول 2-2 هناك وان الماتش هناك خلص كمان، يعني فالحمد لله يعني الامور كانت ابتدت تبقى يعني خلاص. ايه اللي حصل يا سيد سفير؟ ايه اللي حصل وانتوا قاعدين كده؟ ايه اللي حصل؟ لا يعني زي ما حضرتك عارف، بص هو احنا كنا مركزين الحقيقه، معظم الجماهير كانت مركزه في المباراه بتاعت مصر النهارده وما كناش بنتابع قوي المباراه الثانيه، خصوصا ان كانت النتيجه 2-0 هناك. بالظبط، ما حدش بص هناك. 2-0 قلنا خلاص مركزين مع المباراه ولما الجون كمان الثاني جه الحمد لله بتاعنا قلنا يعني خلاص. الحمد لله حتى بعد ما كان في يعني حاله كده ما كناش عارفين ان هتتحسب ولا لا، ولكن الحمد لله يعني اتحسبت، ولكن فوجئنا بقى بان النتيجه هناك ابتدت تتغير، فحتى لما الجون الثاني جه بتاع الكاب فيردي الحمد لله يعني قلنا خلاص كده يعني لو انتهت على كده يبقى كتر خير الدنيا زي ما بنقول، فالحمد لله تاهل بشق الانفس زي ما بيقولوا. الفريق المفروض هينتقل بقى ان شاء الله باذن الله، انا في منتظر دلوقتي الجهاز الاداري عشان نشوف بقى الترتيبات ان شاء الله هياخدوها للانتقال الى مدينه سان بيدرو، وهي بالمناسبه برضه مدينه ساحليه وايضا فيها رطوبه، ولكن زي ما حضرتك شفت النهارده متهيألي الحاله البدنيه ابتدت تتحسن شويه، يعني في يعني الكيرف بيرتفع زي ما بنقول، لان واضح ان اللعيبه ابتدت تتاقلم على الجو والاجواء دي، وخصوصا ان اللعب برضه حضرتك شايف ان اللعب في الليل بيفرق جامد، يعني امبارح الفريق المغربي كان بيعاني من الحراره المرتفعه. صحيح، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا في المباراه القادمه ان شاء الله. طيب الايام القادمه وكيفيه الانتقال الى سان بيدرو، يعني هل بكره هيسافروا؟ المباراه كمان 3 ايام او 4 ايام؟ ما اعتقدش ما اعتقدش ان بكره ان شاء الله، يعني اتخيل يعني يمكن في يوم بعد بكره او بعد كمان. أوكي. هنشوف النهارده حضرتك، هنشوف النهارده مع الجهاز الاداري وبعدين برضه هنعمل احنا ننسق مع بعض الجماهير ان شاء الله للسفر الى هناك عشان يبقى في مؤازره جماهيريه للفريق المصري باذن الله ان شاء الله في المدينه. الحقيقه مجهود سيادتك باين جدا يا فندم في وجود عدد كبير من الجماهير، كل ما بتيجي الكاميرا على الوشوش المصريه بنبقى عارفين طبعا ان هذه هي الوشوش او هذه الوجوه وجوه مصريه يعني. والله الجماهير هنا بتؤازر الفريق بكل قوه الحقيقه، يعني الجالية عاملة شغل كويس زي ما بنقول، ربنا يوفقهم إن شاء الله يا رب إن شاء الله، ونتمنى التوفيق فيما هو قادم للفريق المصري بإذن الله. طيب محمد صلاح هيسافر النهارده صحيح بعد المباراة اللي إحنا عارفينه أو على حسب بيان اتحاد الكورة، إمتى هيسافر يا فندم؟ أنا الحقيقة يعني عارفيني حضرتك أنا فعلا مش ما عنديش معلومات لهذا الموضوع. أوكي لا مش عايز أقول لحضرتك أنا بحسب حضرتك عارف. لا خالص لا 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 يعني هو أعتقد يا إما النهاردة يا إما بكرة إن شاء الله الصبح، بس أنا مش مؤكد، مش عايز أقول حاجة تطلع مش مظبوطة يعني، ولكن إن شاء الله بإذن الله بقى خلاص إحنا يعني زي ما بنقول حضرتك الفريق الحمد لله هو يعني النهاردة ربنا وفقنا الحمد لله، هنفكر بقى في المرحلة القادمة إن شاء الله ونتمنى إن يبقى الأمور أسهل إن شاء الله بإذن الله. أعتقد أيضا السفارة هتكون موجودة للتعاون مع الفريق في سان بيدرو، يعني أكيد يعني ده أنا فاهم. أكيد يا فندم في أي مكان دايما حضراتكم بتبقوا موجودين. لا أكيد طبعا لازم إن شاء الله بإذن الله هتتاحل الظروف إن أنا بإذن الله أكون موجود، وأيضا بعض زملائي السفارة إن شاء الله
لو في اي حاجه نقدر نقدمها هناك نساعد المنتخب هيشرفنا، وايضا للجاليه اللي هتكون في مؤازره الخريطة ان شاء الله. انا بشكر سيادتك جدا يا فندم على وجودك معانا، سياده سفير شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار.